صباح الخير ولقاء جديد يجمعنا معكم مشاهدين تلفزيون الكويت في برنامج ترندز. بنلف معكم بجولة سريعة بين أبرز الهاشتاغات والأخبار ومقاطع الفيديو المتداولة في صفحات التواصل الاجتماعي. راح تكون فرصة للتعرف على تاريخ وزارة المواصلات ومعالم الكويت من على ارتفاع 150 متر بافتتاح برج التحرير أبوابا للزوار مجانا خلال الشهر الجاري في الذكرى 26 لتدشينه. وأيضا راح نشوف معكم تفاصيل أكثر بالمداخلة الصوتية والحصرية لوكيلة وزارة المواصلات المهندسة خلود شهاب. نهني القيادة السياسية صاحب السمو سمو ولي العهد باحتفالاتنا بالعيادة الوطنية وعيد التحرير في فبراير، وبهذه المناسبة احنا اسعدنا ان احنا نحتفل معلم من معالم دولة الكويت الحبيبة برج التحرير. هذا الصرح الكبير اللي ظل فترة طويلة من الزمن يعني فكر، واحنا ارتئينا ان احنا نريد نعيد تأهيله ونعيد تنظيمه ونفتحه للجمهور في شهر فبراير، شهر احتفالات العيادة الوطنية وعيد التحرير حق الجمهور. البرج هذا فعلا معلم من معالم الكويت، حيث يعد ثاني أعلى برج في دولة الكويت، ارتفاعه تقريبا يبلغ 372 متر. الدور اللي احنا فاتحينه لاستقبال الجمهور على ارتفاع تقريبا 308 متر، عفوا 150 متر. مساحه الدور تبلغ 926 متر مربع، يستوعب أكثر من 300 زائر في اللحظة يعني أو في نفس الوقت. الدور يطل على مشهد بانورامي جدا جميل حق يكشف كل دولة الكويت، فهو رائع جدا حق الهواة التصوير وحق المهتمين أنهم يشوفون. ما زالت وزارة الصحة تشدد وتأكد على ضرورة وأهمية التطعيم، ففيروس كورونا مرض يصيب الجهاز التنفسي إلا أن آثاره تصل لجميع أعضاء الشخص المصاب. تابع معنا الفيديو للدكتور حمد بهبهاني اختصاصي أمراض الكلى اللي رصدنا لكم من حساب العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة بتويتر. مرض الكوفيد 19 ما يأثر بس على الجهاز التنفسي، قد يؤثر على أعضاء كثيرة في جسم الإنسان ومنها الكلى. عندنا وايد مرضى دشوا المستشفى مصابين بمرض الكوفيد وعانوا من قصور حاد في وظائف الكلى أدى إلى الفشل الكلوي. عشان كذي دائما ننصح بضرورة أخذ تطعيم الكورونا جرعات الثلاث عشان نقلل من حدة الإصابة بالمرض. وتحت هاشتاغ عندك خبر، جمعية حماية المستهلك تنشر فيديو توعوي حول عملية إرجاع وتبديل السلع. خلونا نشوف وياكم التفاصيل أكثر من خلال الفيديو على الشاشة. عندك خبر، يلتزم أصحاب المحلات بما يلي: يلتزم أصحاب المحلات بعدم إلزام المستهلك بأي تكلفة مادية نظير الاستبدال أو الرد لأي سبب من الأسباب وتحت أي مسمى متى ما توافرت شروط الاستبدال أو الرد المنصوص عليها باللائحة. خلك واعي. أوميكرون قد لا يكون آخر متحورات كورونا، لذلك الحذر قد لا يكون واجبا فقط بل ضرورة حياة. الالتزام بالاشتراطات الصحية مسؤولية مجتمعية بالتزامات فردية وجماعية.
ومن حساب مركز التواصل الحكومي رصدنا لكم مقطع لواحد من أبرز وأضخم المشاريع الصحية اللي يتم إنجازها تماشياً من الخطة التنموية الطموحة للبلاد ورؤية كويت جديدة 2035. تابعوا معنا مشروع مستشفى الولادة الجديد. الطفلة سيرينا اللي كانت من المقاطع الأكثر تداول بين المغردين بعد ما أبصرت النور لأول مرة في حياتها بعد عملية إزالة الماء الأبيض من العين أجراها طبيب العيون الدكتور خالد السبتي ضمن بعثة الهلال الأحمر الكويتي اللي أجرت 90 عملية جراحية بمختلف التخصصات في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن. خلصنا حبيبتي. ها شوفين شوف الابتسامة. تشوفين أحسن؟ شو تشوفين؟ مبسوطة؟ شنو تشوفين الحين؟ شنو رأيك؟ سيدي كم واحد هذولا؟ اثنين. شاطرة. هلا حبيبتي تشوفيني لون شعري اسود ابيض ابيض اللي من عمي اكثر من 3 سنين. الله يخليك ان شاء الله. ما شكرا لكم والله لو قد ما بحكي معاكم ما مقصر. عمرها 36 سنه سورية عندها حصوة بالمرارة. اليوم إن شاء الله راح نساعد المريض يتخلص من مشكلته. هذه عملية تفتيت الحصوة عن طريق المنظار. طفلة عندها سوائل خلف الطبلة بعد العملية وايد راح تفقد وايد حتى نطقها حتى سمعها راح يكون وايد أحسن. الله يعطيهم العافية الشباب. بشلم عملية منظار دقيقة. جنود الرحمة توحدت فتوحدت الإنسانية بالدعاء وصارت أنفاسنا متعلقة ببئر سقط فيه ريان الطفل المغربي ذو 5 سنوات وبرغم أن لفظ أنفاسه الأخيرة بعد 5 أيام قضاها في البئر اللي سقط فيه بمدينة شفشاون المغربية إلا أنه أدى رسالة عظيمة بعد حياة قصيرة فخرج من ضيق البئر إلى رحمة الله الواسعة تاركا غصة بقلوب الناس اللي انتظرت إنقاذ ريان. وهاشتاقات عديدة اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي قبل وبعد إعلان وفاته أبرزها انقذوا ريان والطفل ريان. خلونا نتابع معكم بعض التغريدات الحين مشاهدينا على الشاشة. التغريدة الأولى من حساب المجلس لملك المغرب معزيا والدي ريان. ما زالت التغريدة مشاهدينا معكم موجودة على الشاشة. ننتقل الحين إلى التغريدة الثانية. التغريدة الثانية هي لرسم توضيحي قاعد نشوفه معاكم لبئر سقط فيه الطفل ريان. مثل ما انتم شايفين فتحة البئر 30 سنتيمتر وبعدها صارت أصغر ل 20 سنتيمتر وبعدها استعانوا في حفارة قامت احفرت من الجهة الثانية وصولا لطفل ريان بعد الحفر اليدوي لإنقاذ الطفل ريان. ننتقل إلى التغريدة الثالثة من سكيورتي نيوز. وسائل إعلام مغربية صخرة صغيرة تطلب هدمها 3 ساعات متواصلة تسببت في تأخير عملية الوصول للطفل ريان. والتغريدة الأخيرة راح تكون موجودة على الشاشة مجموعة صور ولقطات جميلة لفرق عمليات الإنقاذ اللي دامت على 5 أيام متواصلة لإنقاذ الطفل ريان. كانت هذه التغريدات مشاهدينا معكم على الشاشة.
أما الحين فاجعة رحيل ريان أذابت وتخطت الحدود والخلفيات من أجل الإنسانية، فأعطى للعالم درس في الكفاح من أجل البقاء. تشبثنا بالأمل لأن يخرج حي من البئر وفرحنا لحظة انتشاله قبل أن يتم الإعلان عن وفاة المأساوية بعد محنة دامت 5 أيام. مزيدا من التداولات راح نستعرضها معاكم تحت هاشتاغ رحل ريان. باليوبيل البلاتيني ومن قصر ساندريغهام احتفلت الملكة إليزابيث الثانية بالذكرى 70 لاحتلائها عرش بريطانيا، محققة علامة بارزة لم يسبقها أحد من أسلافها على مدى 1000 عام ماضية. خلونا نشوف معكم الفيديو المتداول من حساب عربي TRT بمنصة تويتر. وصلنا معكم لختام جولتنا اليوم، نشوفكم باكر إن شاء الله بنفس الموعد. أما الحين أقول لكم مع السلامة.